نوريكم طريقة ديال طي ديال الشباكية. غادي ناخدو العجينة ديالنا، غادي ناخدو الشريط الأول، غادي نخليو الثاني، غادي ناخدو الثالث، نخليو الرابع، غادي ناخدو الخامس ونخليو السادس. غادي نحلو الشباكية بهذا الشكل، غادي نقلبوها نطلعو الطرف السفلية وغادي نسدوها بهذا الشكل. غادي نعاود نوريكم شكل الشباكية التقليدي. غادي نحلو الأشرطة، غادي ناخدو الشريط الأول، نخليو الثاني، ناخدو الثالث، نخليو الرابع وناخدو الخامس. غادي نحلوها بهذا الشكل، غادي نطلعو الأجزاء اللي كاينة في الأسفل بهذا الشكل. أنا هنا تعمدت ندير الشكل الكبير باش يبان ليكم. غادي نشدو الأطراف، نحاولو نقادو الشكل تاع الوردة، وغادي نقطعو الزوائد بهذا الشكل. وبهذا كنحصلو على شكل الوردة اللي كيميز الشباكية. غادي نوريكم طريقة جد سهلة. غادي ناخدو العجينة ديالنا، غادي نتنيو الأطراف بهذا الشكل، وغادي نحلو بحال هكذا. في نفس الوقت كنحصلو على شكل جميل. غادي نقطعو الزوائد، وبهذا كنكونو حصلنا على شكل الشباكية بطريقة جد سهلة.